على سلامتكم البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. فيديو اليوم سي اون فيديو ريفيو دو مارك تونيزيان. تعرفوني نحب لي مارك تونيزيان ونحاول نشجعهم منتوج بلادنا سورتو في الظروف اللي نمروا بها تويكا. دونك لا مارك تونيزيان هذيا هي سانسيا، سيغمون راهي عرضتكم تتبيع باغتو دون لي سوبيغي دون لي كون سيرفاس اي تو، بتيتر راكم جربتو منها زاده دي برودوي. انا لقيت روحي عندي برشا دي برودوي منها، دونك قلت بوركوا با نعملكم اون ريفيو وننصحكم بالمنتوجات اللي عجبوني واللي جربتهم واللي ديجا عندي مده باهيه نستعمل فيهم، دونك كونت عليهم مون افي بالكدا. وقبل ما نبداو في الفيديو حبيت نذكركم اذا مازلتم مشتركتوش في قناتي انكم تشتركوا، فعلوا الجرس باش توصلكم نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو تكونوا من الاولانيين اللي تتفرجوا فيها. تو سون بلو تاردي اون كومونس لا فيديو بار لو برومي برودوي ولا لو برومي كومبو اللي هو نبداو بلي برودوي بور لي شوفو. يجيو كيما هكا لو كومبو هذايا، لو شامبوان اللي يجي هكا لو نوار كيما هكا من هنا، ولو سوان دي ميلان كيف وكيف كيف ان تيوب هكاك على انفيرس يجي هذا اون بلون، ولو شامبوان يجي اون بيج هكا دوري. لا جام هذيا اللي هي توتال بيرفكشن ديو كيرا اويل، كيرا اويل خاطر فيها الكيراتين والويل دو فيك دو بارباري. لو شامبوان الي سون سولفات، لي دو تيوب زوز فيهم كل واحد فيه 250 مليليتر. الشامبوان يعمل بين 9000 و 10000 سولون لي زوندوا، والسوان دي ميلان يظهر لي بين 10 و 11000 لي تري ريزونابل بور دي برودوي سون سولفات سون بارابين اي سون فورمول. هذه نورمالمون لا جام هذه ديو كيرا اويل اللي ديستيني او شوفو ابيني اي ديسيشي، دونك انا جي اكزاكتومون سو ميم تيب دو شوفو اللي هو لي شوفو سيك اي ديسيشي. دونك استعملتو ديجا الشامبوان هذايا قريب مش يفرغ، لو سوان دي ميلان مازال فيه شويه. باهي باش نبداو اولا بالشامبوان. لو شامبوان ممشيش مع شعري بور لا سامبل ريزون اللي هو زيت شيح لي شعري، بورتون هو الي ديستيني او شوفو ديسيشي، مي انا جي لي شوفو راهو على باز تري سيك، حسيتو ما رطب لي شعري معناها بارابور على دي شامبوان اخرين كي نستعملهم فريمون نحس لي شعري il est plus hydraté. هذايا ما حسيتش الاحساس هذايا، دونك خليته. وفي الاول باش تقولوا لي استعملتهم زوز كومون تو اسو معناها اللي مش شامبوان الحكايه هذيا، جوستومون خممت فيها انا الحكايه هذي خاطر في الاول استعملت لو سوان والشامبوان ما عرفتش انه هو اللي ما رطب لي شعري كيما العاده، دونك استعملتهم سيباريمون، استعملت لو شامبوان افيك ان اوتر دي ميلون واستعملت دي ميلون افيك ان اوتر شامبوان، وصلت للكونكلوزيون في الاخر اللي هو الشامبوان اللي هو شيح لي شعري. وليت شنو نعمل انا puisque je fais ديما دي بان دويل اون فوا بار سيمين، وقت اللي نعمل شعري بالبان دويل بيسكو يبدا في الاول مزيت والكل، دونك نستعملو هو ينظف لي شعري بالكدا وينحي لي الزيوت هذوك الكل، اي ابخي جوتيليز ان اوتر شامبوان هيدراتون. دونك هذايا البنات اللي شعركم دهني ننصحكم بيه، اللي شعركم زيت معناها ننصحكم بيه بالكدا، اللي شعركم عادي زادا يسبو يمشي معاكم بالكدا، اما اللي شعركم شايح جو بونس اللي كيف تعملوا دي بان دويل يمشي معاكم بالكدا. انا هذايا شنو اللي عملت اي كتشوفوا فيه ديجا الواحد ديجا تيوب قريب يفرغ، مازال فيه شويه بالكل، قاعده نستعمل فيه اشاك فوا وين ما نعمل دي بان دويل ينظف لي شعري بالكدا. لو سوان دي ميلان كيما قلت لكم الي تري بيان، اي ديميل افيكاسمون ما شيح لي شعري، الي تري بيان هذا مون كو دو كور. تعديو تويكا لو تخوازيام برودوي دو لا ميم جام هذه توتال بيرفكشن ديو كيرا اويل اللي هو لو ماسك نوتريسيون كيما هكا، يجي سو فورم دو بو، لو بو فيه 250 مليليتر، لو ديزاين هكاك اون بلون اي دوري ياسر مزيان، ترافايي مزيان برشا محلى. كيف كيف هذايا بوغ شوفو سيك اي ابيني غارونتي سون بارابين سون فورمول، كيف كيف على كيراتين وزيت الدين الشوكي، يجي كيما هكا يتحل. خليتولكم هذايا باش تشوفوه ان دوزيام كوفركل هكا اون المينيوم ولا كيفاه بور غاردي لو برودوي، ويجي هو كيما هكا الماسك. هذايا تستعملو اون فوا بار سيمين سور لي لونغور، قالك تحط ميش بار ميش وتخليه كيلكو مينوت افون لو رانساج. هذايا مشي مع شعري بالكدا، هذايا سي ان كو دو كور. نحطو نخليه على شعري من بعد شعرك يهبط مسبسب كي الحرير، ما شيح لي شعري ما ترشقوليش ما قلقني حتى طرف، او كونترير تحس شعرك متغذي بالكدا ومترطب بالكدا. الحاجه الوحيده اللي قلقتني اللي هو
لو بو فيه 250 مليلتر كاكاو وانت كيف تستعمله وقال لك ديجا اعمل ميش بار ميش معناها تيوتيليز اون بون كونتيتي دونك بور دي شوفو لون كونتونس شويه معناها بالنسبه لسومو كواكو عجبني والكل وسيغمون باش نشري منه اما ماذا بينا وكان يزيدوا في الكونتونس تكون حاجه باهيه دونك هذا البنات نصحكم بيه بالكدا دونك بور تو تيب دو شوفو هذايا جيماجين يمشي معاكم خاطر انا حتى كيف استعملته هو قال لك بور شوفو سيك مي ولا دي سيشي مي انا كيف استعملته معناها ما تحس شكلي رزن لك شعرك ولا زيت لك شعرك ولا حتى شيء انت هكا ولا هكا ما تحطوش سور لي غاسين tu vas mettre sur les longueurs هكا وتخليه مش يرتبهم لك والكل دونك اذا ننصحكم بيه البنات بالكدا للبنات الكل اللي عاملين كيراتين ولا بروتين ولا حتى اللي ما عاملين حتى سون شعراتكم حتى لا كومبوزيسيون هذيا اللي تري بون بور لي شيفو حتى لي شيفو نون تريتي حتى حاجه يفو ميو ايفيتي لو سلفات لو بارابين اي لو فورمول. Le dernier produit pour les cheveux, il y a de la même gamme, c'est alcool en blanc qui m'a dit tout en zaynin de doré. Il y a ici le soin nutrition, huile de remplacement sans rinçage, kif kif sans parabène et sans formol. Ici qui m'a un flacon pompe firmé. وتسعين مليليتر هذه تستعملوا بعد ما تتوج على شعر مبلول شوية قبل ما تعمل بروشينج متاعك ولا قبل ما تشيحه ولا قبل ما تصفه في عود باش تحط له زيت هذا زيت عجبني على الاخر برودوي هذا عندي نستعمل فيه شهرين ولا ثلاثة شاك فوا نخرج من الدوش نحط سور لي بوانت اكاهو لي بوانت لي لونغور ولي بوانت قبل ما نشيح شعري ديجا جو نفي با دو بروشينغ جوست معناتها ان بروساج والكل نحسو يرطب لي شعري ما يزيدهولكش ما يثقلهولكش ما يخليهولكش يتلبط ما يخليهولكش يتلصق تحس الشعر نتاعك من بعد حتى كيف تشيح بالسي شوفو بالسيشوار نتاعك تحس الشعر نتاعك محميه ما تقصفليش شعري ما ترشقليش الي فريمون تري بيان ننصحكم بيه البنات هذايا يجي هكا لو فلاكون بومب تيكستور نتاعو voilà j'ai qui me la texture entière ou il suffit avec la petite noix hédica ou tu mets sur la charque ou حتى كيف يبدا شعرك شيح كيما انا تويكا voilà tu mets sur les longueurs voilà عنده un effet anti frisotti ou les يزيدهولك ولا حتى شيء vraiment l'effet نتاعو ياسر مزيان وريحته زادة فيه حاكمة الجامل جول دونك فوالا نتعداو توا بور لي برودوي بور لو كور خديت سو جيل دوش لولاني هذايا من سانسيا هذايا جوي جي ا لافوكا اي لي داموند سي اون دوش ريفيتاليزونت دونك هذايا قالك بي اش نوتر يجي البوتيل هذيا فيها 250 مليليتر ريحته خفيفة على الاخر هذايا البنات خاطر ديجا لافوكا ما فيش حاجة معناها بارتيكولير ماشي ريحته قوية واللي دامون زادة وهذايا انا ما يقلقنيش الحقيقة خاطر جو بريفير يبدا ريحته ناتوريل هكا كو تبدا ريحته شيميك معناها هذايا استعملته اللي ضغط بيان ماشي يحليش ماشي يحليش البو نتاعي فريمون عجبني وريحته بون ريحته ما تقعدش برشا اما تحسو الي سو فورم دو كريم كيما تشوفوا فيه هكا ديزاين هكا ترانسبارون مزيان عجبني وريحته كيما قلت لكم ما تقعدش برشا مي الي ضغط تري بيان و لودور الي ناتوريل انا بيرسونيلمون جو بريفير لي اودور ناتوريل كو لي اودور شيميك J'ai eu le deuxième produit pour le corps, c'est la douche cocooning. J'ai à la lait de noix de coco. Bien sûr, je n'ai jamais chouffé lait de coco ou je n'ai pas acheté. Riha fait un petit côté chimique, mais bien. Ou حلوه معناها في الدوش خفيفه راهي ماشي قويه برشا مي مزيانه اللي ضغط تري بيان ويفوح لك الدوش نتاعك وكيما الاخر ريحته ما تقعدش برشا مي حلو برشا كيف كيف ان فلاكون دو 250 مليلتر يجي يظهر لي في 4000 ولا حاجه دونك هذوما ننصحكم بهم البنات اما راهي في هذوما فما دوتر سونتور ما نعرفش هذوما ما يقعدوش ريحتهم مي اللي ضغط تري بيان اي نو ديسيش با لا بو نتعدي تو بور لي برودوي بور لي مان استعملت هذايا لو جيل لافون هذايا انريشي على فيتامين ا لويل داموند اي ميل هذايا
Il est hydratant. Le flacon pompe PVF 300 ml qui malade un design mizien transparent ou le col كعبر هكا مطح في المحلاه يجي لونه سمان وريحته ياسر فاوحة تشم فيه ريحة العسل والكل بالحق يرطب يرطب بالكدا البنات وتقعد ريحته في يديك بالكدا بيزاغمون ريحة لي جيل لافون بوغ لي ما يقعد أكثر من لي جيل دوش بتيت خاطر لي سونتور دونك استعملته وعجبني على الاخر وانا جي لا بوساش وي ما نستعمله ونحس يديا بالحق رطب بالكدا والريحه نتاعهم تقعد فاوحه بالكدا بالكدا دونك ننصحكم بيهم نجيو للدوزيام جيل بور لي مان البنات اللي استعملته يجي كيما هكا لو ميم فلاكون ترانسبارون مزيان ومكعبر كيما كيكا فلاكون بومب de 300 ml و يجي لونو اخضر زرعي محلاه كيما هكا جوستمون خاطر هذايا الي على بوم وهذايا يجي انتي بكتيريان مكتوب عليه تريكلوزان فري اللي هو سي ان برودوي مستعمل بكثره في لي برودوي والصوابن ولي جيل لافون انتيسيبتيك واللي هو مش باهي حتى طرف الاستعمال الدائم والمفرط ليه دونك حاجه باهيه برشا اللي الكومبوزون هذايا مش موجود في لي جيل لافون هذوما دو شي سانسيا هذايا ريحته كيما لابلا بالضبط نتصور الصغار الكل يشيخوا عليه دونك يرطب لك يديك وريحته تقعد بالكدا بعد ما تغسل يدك تحس يديك رطب ونظاف وتقعد ريحته بالكدا تقعد بيريود وانت تشم في ريحه التفاح في يدك دونك ننصحكم بيه على الاخر البنات ريحه ونظافه ويرطب اليدين بالكدا اون بلوس انتي بكتيريان افون ديرني برودوي اللي هو لي ديسك دي ماكيان هذوما هذايا فيه 80 ديسك يجيو ادوبل فاس هذوما مش اول مره نستعمل منهم انا يجيو هكا ادوبل فاس من اوغي كيما هكا كيما تشوفوا فيهم il ne s'écrit pas il n'y a pas de chose il n'y a pas de chose il fait des trucs sous les yeux ou quelque chose il enlève tout il est impeccable je vous conseille bien les bonnets et je les utilise pour une fois pas la première fois que je les achète je les achèterai sûrement le dernier produit il y a les cotons-tiges qui sont là il y a une boîte qui a fait 150 cotons-tiges ils sont bien ils font bien leur job la chose la meilleure est là on aime les cotons-tiges ils sont en boîte carrée qui sont là parce que tu peux utiliser la boîte par la suite tu peux utiliser la boîte par la suite في تيروار لاولادك الادوات اولادك ولا اي حاجه دونك هذوما ننصحكم بهم زاده بالكدا لي بري نتاعهم ريزونابل وان برودوي تونيزيان كي بيان اون لونكوراج بيان سور نشري ونعاود منه مش اول مره زاده نشري لي كوتون تي ونعاود نشري منهم وننصحكم بهم زاده البنات ونشجعوا منتوج بناتنا البنات وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله تكون نفعتكم وعجبتكم وزادت لكم الاضافه ما تنسوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس كما قلت لكم ونتقابلوا في فيديو جديده وغوفيو جديده وماركت تونسيه اخرى جديده على قريب ان شاء الله باقيكم على خير في لمن بسلامه